بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكم في درس اليوم مع درس الفرنسية الصفر لتلاميذ سنة ثالثة ابتدائي. يجب على التلميذ السنة الثالثة تعلم هذه الكلمات ويتحقق لنا التعلم النشط. عندنا مجموعة كلمات لازم على التلميذ يكون فهمهم وحافظهم كي تنطقهم الأستاذة، أو لازم يكون عارفهم وش معناهم، ما خطر لأنهم يجوا في تمارين ويجوا في اختبارات ويجوا بكثرة. راح نبدأ بأول المهارات التي يجب أن يعرفها كل تلميذ في السنة الثالثة. ما هي هذه المهارات؟ سوف نبدأ على بركة الله. كلمة جولي، ما معنى كلمة جولي؟ مثلا الأستاذة تقول جولي، أقرأ معناها أقرأ. يأتي السؤال هكذا: جولي لو تكست، أقرأ النص، أقرأ النص. لازم يفهموا ويحفظوا معناها جولي. أقرأ جولي لو تكست، أقرأ النص. كلمة أخرى: جيكري لو تيتر، أكتب العنوان. جيكري أيضا كلمة لازم معناها أكتب، لازم على التلميذ يكون حافظها. جيكري، جيكري معناها أكتب، لو تيتر العنوان. قادر يجي سؤال يقول لك جيكري لو تيتر، اكتب العنوان. هنا كلمة ثالثة جونتور، معناها نديرو دائرة على حرف، او مثلا نعطيكم مثال، لاحظ معي، جيك هذه الكلمة جونتور وش معناها؟ يعطيك مثلا كيما هكذا تمرين، جونتور تولي ا، معناها ندير دائرة على حرف الا كوجو فوا، كل ما نشوف حرف الا ندير عليه دائرة. مثلا هنا عطانا امينة، هاهي كاينة حرف الا ندير عليه دائرة. جونتور معناها ندير دائرة، احيط بدائرة، هذه جونتور معناها احيط بدائرة. تابي نديرو حرف دائرة على حرف الا، اناناس نديرو حرف الا، ا هنا ثلاثة حرف الا، اذا ندير دائرة. اذا هنا حرف جونتور تولي معناها احيط اضع دائرة، جونتور لازم على التلميذ يكون حافظهم وفهمهم، يجو في التمارينات ويجو في الاختبارات. الون، جو كولوري معناها الون، لو ديسان معناها الون الرسم، جو كولوري معناها يقول لك لون. هذه ثاني لازم يشفاو عليها التلاميذ. جولي ليمو، ربط، جولي معناها نربط الكلمات في بعض، مثلا هكذا اربط الكلمات، لازم التلميذ يفهم معناها. جولي معناها اربط. ايضا هنا جيكري اون فراز، اكتب. ياتي السؤال هكذا: جيكري اون فراز، جو ريكوبي لا بون ريبونس، معناها انقل. جو ريكوبي معناها انقل. جو روغارد معناها انظر. وتابلو، هذه ثاني لازم يكون التلميذ حافظ معناها. جو لاف لا ما، ارفع يدي. جو دي ارسم. جو دي كوب معناها اقص ليماج، اقص. هذه لازم التلميذ يكون حافظها. هنا اعد، جو كونت، مثلا يعطيك كلمات فيه بحرف الا يقول لك احسب لي شحال ا، جو كونت، لازم يكون فاهم التلميذ واش معناها جو كونت، اعد احسب. هنا جو ريكوبي لا بون ريبونس، معناها انقل الجواب الصحيح. جو سوليني، اسطر، اسطر معناها جو سوليني. افتح، جوفر، جو كومبليت، جو كومبليت لا فراز، اكمل الجمله.
جيكوت إلى المعلم. أستمع إلى المعلم. جيكوت. هذه الكلمات لازم على التلميذ يكون فهمهم وحافظهم، كل ما ينطقهم الأستاذ يفهم معناهم. مثلا كيقول له جولي معناها أقرأ، كيقول له جيكري أكتب، العنوان جونتور مثلا أضع دائرة، جو كولوري معناها ألون، جو رولي معناها أربط. هذه الكلمات لازم هم الأساس في أي تمرين وفي أي اختبار. إذا فهمتهم تقدر تجاوب. فهم السؤال نصف الجواب. موفقين بإذن الله.